موضوعنا على العودة المدرسية، وانتم محليكم تلامذة كنتم متعدين في الشارع سمعتوا الموضوع، حبيتوا أيضا تعطيوا رأيكم. صحيح ما زلتم وصلتوش ل 18 سنة، وانا سألتكم قبل قلت لكم أوليائكم عندهم مشكلة كي تتعديوا معنا نحكيوا على العودة المدرسية والمشاكل اللي تعترض تلامذة. صح، أول حاجة عرفونا برواحكم، فاش تقراوا، قديش عماركم؟ زيد عمي 15 بريمير. ريتاج عمري 14 نقرا وتين. عايشة عمري 15 سنة نقرا بريمير. احنا على ابواب عودة مدرسية، ساعة السؤال الاولاني بالكل، فرحانين ولا ليه باش ترجعوا تقرا؟ اي انا اي اي، خاطر واحد قلق في الدار يمشي يشوف صحابه ويبدل الجو، خاطر زاد واحد قعد في الدار برشا قلق، على الاقل يمشي غاديك يشوف بروفيت وصحابه يبدل شوية مود وجو كيكا خير. تحدثنا على اللي صار قبل في مؤسساتنا التربوية، تحدثنا على حجب الأعداد، الحاجات اللي صارت هذه كل أثرت عليكم أنتم كتلامذة؟ خلينا في حيرة، خايفين ندوبلو، واحد خايف الواحد تعرفش عديد. ما هذيك هي خايف، العبد يخاف، قاعد متقلق خايف مش عارف ينجح يعاود، وزيد كمام يجم يعرف شنية هو باش يخدم أكثر ما فهمت كيفاش، وقعدنا متحيرين. قل لي شنية أهم الإشكاليات اللي تعترضكم أنتم كتلامذة في القراية وخاصة في بداية السنة الدراسية؟ مدام مثلا البروفيت ما تقراش عنده أتود ما ينجحش هكاش، هذيك الحاجة اللي تقلق، معناتها تقعد تقرا عنده أتود 70,000 80,000 وتقرا نهار في الجامعة وما معناتها تعطيك الدفوارات، دفوارات تقرا في الأتود، هذيك هي الحاجة اللي يعني وصلوا يبيعوا فيهم دفوارات. كيفاش؟ يبيعوا فيهم دفوارات. لا يبيعوها للتلامذة والتلامذة تمشي تبيعها للتلامذة ولي دارها ما تسمعش. شنو صاير اخر؟ باش ومثل كي متقراش عنده اتود ما ينجحكش، ويزيد يتشمت فيك يجي يطيحك في النوت، حتى لو انت جايبه نوت يجي يطيحك يعني عليك بالعاني شماته، والا ساعات في الكلاس يحب يدور عليك التلامذة، فهمت كي انت تبدا متقلقه ما عينكش وكل شيء تبدا ماكش في مودك، يحب يدور عليك التلامذة ويبدا يحب ينقم عليك، فهمت كيفاش يخليك تكره الحصه تولي تحب تتهرب. اما هنا مانيش نحكيو على الاساتذه الكل، فما اساتذه شرفاء قاعدين يخدموا في خدمتهم يعطيهم الصحه، نحكيو على البعض. اي فما زاد بروفيت باهين وفما برشا بروفيت باهين، باهي وخايف فما برشا. اي فما مثلا انا بروفتي نتاع العربيه نتاع مناول ما تدور علي في التلامذه والكل تحبني نقرا عندها وتشد ما قريتش عندها وتشد كانت باش تدوبلني. هاي نحكيو على دروس الخصوصيه يعني القانونيه اللي منظمها القانون في وسط الليسي والا البرة؟ تشد البرة، البرة مش في وسط الليسي. وسط الليسي كل شيء منظم. كل شيء فصل الليسي منظم، اما البرا كل واحد جو في ديارهم. في ديارهم ولا في سونتر يعني؟ اي يعني سونتر ولا في ديارهم، تجيبك للدار تقرا، والا كان ما تحبش تقرا في الدار تهزك للسونتر نتاعها. ليش وقت